GFX Academy. برحب بكم معايا في الجزء الاول من كورس مش كورس اسف درس صناعه ام بي سي 2 ايدنت اللي هو اكسكلوسيف ايدنت والمقدم ليكم من اكاديميه جي اف اكس اكاديمي دوت نت. هنتكلم في الجزء ده عن الاضاءه وعن الخامات وعن الموديل ككل. في الجزء الثاني نتكلم على شغل الداينامكس، هيبقى فيه كلام كتير قوي النهارده على الداينامكس، هيبقى فيه كلام على الكلوس وفي كلام على متهيألي برضو ممكن نتكلم على الهير او الكونسترين من الهير والداينامكس برايم من الهير، يعني في شوية كلام حلوين. خليكم معانا كده ونشوف هنوصل لغاية فين. وعلى فكرة البرومو ده انا هجرب فيه حاجات كتير قوي، يمكن انا دايما ما بحضرش الحاجة او الورشة اللي بقولها، فعشان كده تلاقوني بجرب كتير. فهجرب شوية حاجات، مرة ممكن نعملها بالكلوس، مرة نعملها بالبيلد سيستم، مرة نعملها بالدايناميك سبلاين، يعني شوية هنعمل اضاءة جلوبال الومنيشن ممكن نستغنى عنها ونقوم مجربين حاجة تانية، يعني هنشتغل مع بعض في كام تكنيك حلوين كده. حتى لو الوقت ما اسعفناش نطلع الجزء التاني النهاردة وطلعناه بعد العيد، نبقى استفدنا بتكنيك كبير قوي في الجزء ده ان شاء الله لو ربنا يسر الحال. يعني تعالوا الاول نروح للتكست نشوف هنكتبها ازاي. هروح لموجراف وهقول له تكست اوبجكت، وانا هاخد التكست بتاعت الموجراف يعني على اساس ان انا كده كده هحولها لإيديتابل اوبجكت. فميزه التكست بتاعت الموجراف انها لما بحولها إيديتابل اوبجكت بيفصل لي كل حرف لوحده بصرف النظر او بغض النظر عن التكست العاديه. بضطر ان انا اعمل اكسترود نيربس، وبعد اكسترود نيربس ارجع اعملها اعمل سي وارجع افصل كل جزء لوحده فموال. التكست او التكست اوبجكت او المو تكست بمعنى تاني احسن منه. طبعا هي بتنزل باي ديفولت الالاين بليفت، انا هخلي الالاين بميدل، هخلي الديبس بتاعها اعتقد في البرومو ما كانتش كبيره قوي، فاحنا ممكن نتكلم في 50 وكفايه قوي لحد كده. خلوها 80 حتى عشان تبقى لو في ريفليكشنز تبقى باينه. انا متهيألي الكابس ما كانتش كبيرة، فاحنا ممكن نخليها بس 2 يعني لمجرد السموث مش اكتر من كده. ممكن ان احنا نعمل كونسترين بحيث نحافظ على شكل الكلمة او حجم الكلمة. تعالوا الاول نغير الكلمة، بدل ما هي تكست هنخليها اكسكلوسيف تمام بالمنظر ده. تعالوا الاول ناخد كاميرا بحيث ان انا عايز اعمل زاوية كاميرا كويس. طبعا زي ما انتم شايفين الكاميرا كده بتتحرك فري، فانا عايز اخليها تتحرك حوالين تكست، فاسلكت التكست واخليها بالشكل ده كده. متهيألي قريبة من الزاوية بتاعتها، لان الكاميرا بتعمل اعتقد كانت بتعمل زوم اوت في البرومو بالمنطقة. طبعا الفونت هيتغير، كان الفونت اتخن من كده شويه. مشكله الفونت ده بقى بيقعد الواحد جنبه 50 سنه. انا هجرب والله الاريال، مثلا لما بكتبه بخط اريال على ما افتكر، يعني في متهيألي خليها 4 4 يعني علشان تبقى الكابس باينه. طيب كده تمام ولا في حاجه تاني؟ ما اعتقدش ان في حاجه تاني، متهيألي مفيش حاجه تاني. كونسترين محافظه على الشكل، ريندر تست ريندر اعتقد تمام مفيش اي مشاكل. طيب تعالوا بعد كده نضغط سي، او بدل ما اضغط سي لو انا شاكك ان انا ممكن ارجع، ممكن اروح في اوبجكتس واقول له
current state object. هي فايدة دي عن السي انها بتحتفظ لك بده وبتعمل لك زي ما انت شايف عملتها editable لوحدها. كل انا عايز اعمله ان انا هسلكت تكست رايت كليك هقول له ديليت وزاوت تشيلدرن، نفس القصه رايت كليك ديليت وزاوت تشيلدرن، رايت كليك ديليت وزاوت تشيلدرن. واحد يقول لي انت كنت ممكن تريح نفسك وتسلكت وتطلع، اه بس انا حبيت اوريكم حاجه جديده. هنضغط بالميدل بالسكرول، عارفين زرار الماوس اللي في النص، اضغط عليه ورايت كليك وقول له كونكت بلس ديليت، رايت كليك كونكت بلس ديليت، رايت كليك كونكت بلس ديليت، وهكذا في الباقي. طبعا كده ضغطت كليك شمال، لا رايت كليك وكونكت بلس ديليت. للاسف دي مالهاش طريقه ثانيه بالشكل ده. التحديدات دي كلها انا مش عايزها، او اقول لكم على حاجه، انا لو احتجت هحتاج السلكشن اللي قدام ده اللي هو بتاع البيفل، الباقي ده كله انا مش عايزه. هسلكت ده كله كده واقوم جاي شايله وهعمل دبل كليك وهسمي دي تكست مات بكابيتال، تكست مات كنترول ونسحب وهنسميها تكست ايدجز مات، نسحب وهنسميها بي جي مات. مين مات قصدي انهي خامه تاني اللي هنعملها؟ فاضل بعد كده ال روبس مات، يعني خامه الحبل. تعالوا دبل كليك على تكست مات وعايزين نوصلها سودا. خلي بالك من حاجه، اما تشتغل في الخامات وتيجي تشتغل مع الكلر ما تعملش حاجه بيضاء قوي ولا سودا قوي، مفيش حاجه بتوصل للدرجتين دول، يعني لا في حاجه بيور وايت ولا في حاجه بيور بلاك، يعني ما تخليهاش توصل بيور بلاك، طلعها ان شاء الله لو المهم يبقى فيها رقم غير الزيرو. ليه؟ لو بيور بلاك هتبقى مرايه لو انت عملت ريفليكشن، فانا هطلعها فوق شويه كده واعمل اوكي. ريفليكشن نفس الموضوع، بس هخلي ريفليكشن اديتيف. انا بحب اعمل ريفليكشن بالطريقه دي قوي، عارفين ليه؟ ما بيتعبنيش، ما بلاقيش حتت فيها انعكاس جامد، حتت فيها انعكاس قليل، لا. التكتشر بحط فيرنيل وبخلي الميكس مود بتاعه مالتي بلاي كده، بقى علي هنا زي ما انت عايز، شايف ريفليكشن حتى مش ريفليكشن عليه قوي، مديك بلار من غير انت ما تعمل بلار هنا فيتقل لك الرندر. ادي حاجه كده على السريع، عايز تفتح الموضوع شويه او عايز تخلف الحكايه يبقى ريفليكشن بره والحتت الناعمه جوه. ادي زي ما انت شايف كده ريفليكشن بقى عالي، ممكن نزود نطلع ده فوق شويه فهنفتحه، يعني حسب ما انت حابب تعمل. عايز يعني انا بتحكم في توزيع ريفليكشن بمين؟ ب اسمه ايه؟ الفرنيل. ماشي بالمنظر ده كده. كده ادي ريفليكشن بتاع اسمها ايه دي الكلمه. دبل كليك الايدجز، الايدجز نفس الموضوع خلاص، لكن الريفليكشن بتاعها هيبقى عالي شويه. هحط فرنيل ومش هعمل فيه اي حاجه، انا اصلا محتاج ريفليكشن بتاع الايدجز اديتيف عشان يوزعوا على السطح كله بالشكل ده. الباك جراوند انا محتاج في الباك جراوند تكتشر، ممكن احط يا جراديانت يا اما ممكن احط فيرنيل. انا هحط فيرنيل، هقول لكم طمع احط الاثنين. هروح كده للفيرنيل هخلي دي هخليها واخده اللون اللبني شويه، واروح لتكتشر لاير بحيث يحط لي الفيرنيل ده ويديني اتاحه ان انا احط فوق حاجات. ممكن احط جراديانت، اخش للجراديانت اخليه سيركيولر بالشكل ده، ممكن اروح ل اللون ده كده، ارجع باك واروح بعد كده ليه الجراديانت اخليه مثلا اوفرلاي، هيطير الدنيا خالص. داركن لا، لايتن
يعني. طيب هو انا بعمل الخامه دي عشان ايه؟ عشان الباك جراوند. صحيح. طيب ناخد الباك جراوند. فين الباك جراوند؟ ادي الباك جراوند، واحط الخامه دي عليها بالشكل ده كده. احلى حاجه ان انا مش محتاج اسمها ايه دي، فلور. هخليها طايل بس عشان يوريني الشكل عامه، ونعمل ريندر. يا ساتر. طيب هي مالها عامله كده ليه؟ هروح لدي اخليها داركن. في سبيكلر. صحيح. خلاص نعمل ريندر تاني. يعني انما مش الاول، كانت رخمه قوي يعني. طيب الداركن دي اعتقد ان احنا هنحتاج، طب سوفت لايت ظروفها ايه؟ انا متهيألي سوفت لايت كويسة، بس في الباشا ده هنحتاج ان احنا هنا نخلي ده نفس الدرجة، وفي النص حاجة بالشكل ده كده. انا متهيألي تمام. اللعب بقى فين؟ في البلند مود. نجرب. انا متهيألي جابت اللي احنا عايزينه، باستثناء اللي في النص دي ممكن ان احنا نخلص منها ان احنا نروح للتربولنس ونعليه شويه، بس مش 100 يعني، نعليه حبه كده بحيث الدنيا كلها تخش في بعض، فنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نقفل دي وتعالوا نحط التكست مات كده. كنترول واسحب بقى على كله بالمنظر ده كده. طب نعمل ريندر، هنلاقيها بالمنظر. طب ليه بقى؟ ليه بقى سيلكشن؟ لا مظبوطه، مفيش فيها مشاكل. تمام. طيب تعالوا نحط سكاي، رايت كليك، سينما 4 دي تاجز، كومبوزيتنج، سين باي كاميرا. لا ريندر. هي مظبوطة بس الريفليكشن بتاع البتاع دي عالي. تكست مات مظبوطة. طيب تعالوا نروح لريندر سيتنجز، افكتس، جلوبال الومينيشن، ونعمل ريندر ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. طب انا والله بفكر ان انا دي ار 1 ار 1 ار 1. طيب هاخد التكست ايدج واحطها هنا كده ونعمل ريندر. يا الله، هو من ساعتها عمال شغال على دي وانا شغال على دول. طيب شيل دي وانا اقول يا رب انا احط الخامة تطلع بيضة. ايوه كده. طيب تعالوا بقى للايدجز. ناخد التكست ايدج نحطها على دي ونقول له R1، وزي ما اتفقنا ان R1 بتودي الخامه للبيفل اللي قدام. انا هشوف بس حرف الايد ظبط ولا لا. مظبوط. طيب ناخد كنترول واسحب على اللي فوق، ثم على اللي فوق، اللي فوق، اللي فوق كده بهذا الشكل. ولو عملنا ريندر، او قبل ما نعمل ريندر انا عايز ارفع ريفليكشن بتاع دي. هو مرفوع اصلا لوحده، امال مش عامل ريفليكشن؟ ما انا ما حطيتش الخامه بتاعه الاتش دي ار. طيب تعالوا نروح للكونتنت براوزر، ناخد خامه حلوه، الخامه دي عجباني قوي، نحط على السكاي نو. طبعا نو عشان ما ياخدهاش كوبي في المكان اللي انا فيه، ونعمل ريندر ونشوف هل الشكل اتعدل اتظبط. انا متهيألي كويس. خلوا بالكم ان هيبقى المنظر هنا غير اللي انتم شفتوه، لان اصلا الفيديو اللي انا كنت جايبه ده ما كانش اتش دي، فهيبقى فيه اختلافات بين الخامه، بس ده عشان جوده الفيديو نفسه مش علشان حاجه. بس سبحان الله مش مرتاح للخامه بتاع التكست. هنروح للريفليكشن واعلي الريفليكشن شويه يعني. نعمل ريندر تاني بس في البيكتشر فيور المره دي عشان نشوفها ب 100%. لا والله خامة كويسة وبنت حلالة. طيب تعالوا
هروح عشان عايز ارفع الاضاءه سنه، هروح للجلوبال الومينيشن واحط البرايمري انتنسيتي ب 150 مثلا، واحط الجاما 1.8 من 10. يعني الجاما على فكره هتزود الـ 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 الدرجه العامه للفيديو للصوره. ده فتحت قوي على فكره، هنقلل ال 150. لا والله ده كده جابتها بالظبط. طيب حلو قوي قوي قوي، جميل على كده. بعد كده في ايه بقى؟ احنا عملنا التكست. بعد كده لو انتوا كنتوا خدتوا بالكم من البرومو اصلا، في حروف صغيره وحروف كبيره الدنيا يعني ايه مش ثابته. طب تيجي ازاي؟ تعالوا نجربها بطريقتين. هو عشان الموضوع ده له طريقتين، يا اما راندوم افكتور يا اما ستيب افكتور. احنا نجربها بده او بده ونشوف هتيجي بانه واحد. تعالوا قبل ما نشتغل اصلا في الموضوع ده، دول كده ما ينفعش يتطبق عليهم افكتور لان هم مش مجراف اوبجكت. طب احطهم مجراف اوبجكت ازاي؟ اقول لك، روح لمجراف خد حاويه. يعني ايه حاويه؟ انا بالنسبه لي الكلونر والفراكتشر بستخدمهم كحاويات، يعني مجرد بس ان انا احط فيه الحاجه. غالبا باخد الفراكتشر اوبجكت ليه؟ غلبان يعني مش لاقي له، يعني وظايفه قليله فهو الواحد بيخلق له وظيفه يعني. هاخد بقى كل القصص دي واقوم حاططها في الفراكتشر اوبجكت الشعر اللي طلع. لا ده السلكشن، اسف. ده بقى هسميه تكست. ماشي، ونقفل التكست بالشكل ده. نيجي بعد كده اهو، خلي بالكم من المود ده عشان يمكن اتكلم عليه ويمكن لا. بعد التكست تعالوا نروح لمجراف نجرب مين الاول. ايه رايكم؟ تعالوا نجرب راندوم افكتور ولو اني مش مرتاح له. فعلا مش مرتاح له. نروح للراندوم افكتور و البوزيشن، لا بوزيشن لا، ده زيرو لكن ده اللي هشتغل عليه فعلا. طب حلو قوي. طب ولا ده كمان هشتغل عليه، ده انا عايز اشتغل على السكيل. السكيل بقى هيبقى ايه؟ هيبقى يونيفورم سكيل. طب نجرب. والله والله ماشي. طب كويس كويس، نعمله كده اي حاجه في الاثنين، نخليه مثلا لفوق شويه. يا رب الاقي فيه جراف، او الاقي فيه سبلاين. سبلاين جراف ما فيهوش سبلاين، ما فيهوش. عايز السبلاين اللي بيترسم ده ما فيهوش. طيب يبقى مش ده. نروح لمجراف تاني، هاخد ستيب افكتور شكل. اهو هو ده اللي انا عايزه. طيب هروح للبارامترز، السكيل يونيفورم سكيل تمام مفيش مشكله كده مثلا، يعني اخليه حاجه قريبه من اللي انا عايزه. لان بقى انا هشتغل فين؟ هشتغل هنا. تعالوا الاول نفتح السبلاين لان انا هحتاج القيم دي. تعالوا ننزل ده اللي تحت كده بحيث يبقى كله حاجه واحده. طيب انا عايز الاي كبيره الاكس صغيره، هي الاي فين؟ الاي من ناحيه من اول هنا. طب انا لو رفعت كده لا، طب رفعت كده لا، طب لو قربت اقرب شويه كمان. ماشي كده كده انا بصغر مين؟ انا بصغر الاكس. ولو انا زودت الجاب دي تمام، يبقى انا بزود المسافه اللي النقطه دي بتاثر فيها بينها وبين النقطه دي. طيب انا هقلل الجاب شويه لغايه ما اخلي مفيش جابس خالص. ماشي، واخليها كده تنجن. تنجن اللي هو استجابه النقطه للسبلاين، فانا عايزها عاليه علشان ارفع تشتغل معايا زي ما انا عايز بالظبط. عايزها كده ودي، لا مش هنا، دي ترجع تقرب لي كده، وارفع دي كده، وانزل دي كده، ارفع وانزل الشكل.
هي على فكرة مسألة ايه بقى؟ مسألة ظبط شوية. انا عايز ال على فكرة تبقى عندي هنا شوية، هي واليو الاس دي. لا مش الاس، انا متهيألي هي الاي والفي اللي ورا شوية والاي. لو عملنا ريندر هي اللي جبنا الافكت اللي كان معمول ده بالستيب افكت. ممكن انت تجرب بقى يعني، ممكن انت ممكن عايز تزود تلعب بقى في الجابس دي، العب عايز. بس انا عاملها صفر تمام، بحيث ان هي ايه، طبعا التنجن خلاص انسى خلاص. ممكن بقى تظبطه انت بقى من هنا براحتك، بس اهم حاجه انت جبت الجراف. في عندك الماين والماكس اللي بيتحكموا في الواي ماكس والاكس ماكس. لو انت قللتها كده تقدر تزود مور كنترولز معاك. اعتقد ان احنا ممكن نوصل لصفر، ممكن نوصل لصفر تمام. طيب نفتح دي بقى كده عشان ما بحبش الدنيا قدامي ضيقه، ونروح للكاميرا. يا ريتني ما روحت للكاميرا. طيب نعمل كده وكده، وتهيألي لان كان في زوم ان. ماشي كده حلو قوي. ريندر، شوف الدنيا هتمشي ازاي. ماشي. بعد كده انا عايز اجرب اضاءه، والله ما عارف هتنفع ولا لا، بس هي هتغني شويه عن الجلوبال الومنيشن. تعالوا كده نجربها ونشوف ظروفها هتبقى ايه. هشيل الجلوبال الومنيشن مؤقتا وهعمل ريندر كده واشوف. والله يا حلوه من غير الجلوبال الومنيشن، لكن برضو نحاول نخليها احلى من كده شويه. هشيل الكاميرا بحيث احافظ على نفس الزاويه. تعالوا نحط سفير. على فكره اللي انا هعمله ده، او نوع الاضاءه اللي انا هعمله، نوع مشهور قوي اسمه دوم لايت. دوم لايت، الدوم لايت يعني إضاءة القبة، وفعلا قبة خلاص، لأن أنا هخلي التايب بتاعها بتاعي هيمسفير. عدد السيجمنتس هسيبه زي ما هو، وأزود الهيمسفير بتاعتي بحيث أخليه بس يا دوبك يعدي الكاميرا بالشكل ده كده. عايز أزود دي زودها، بس ما يعني ما تاخدكش الجلالة قوي، لأن إيه هتتعب بعد كده. ده السفير. طب سي عشان نخليها editable. تعالوا نروح بعد كده ليه لايتس. انت حر تنزل لايت او اومني لايت ماشي، تنزل سبوت لايت ماشي. انا في حالتي هنزل سبوت لايت، سيبه زي ما هو. كل اللي عليك تعمله هتروح لموجراف، تروح لكلونر، من كلونر ترفع اللايت تدخله جوه الكلونر. شكلكم بتقولوا ان انا بدأت اخرف صح؟ معلش خدوا العد عقلي لغايه ما اخلص. نروح بعد كده للمود، من المود نروح لاوبجكت. هو دلوقتي انا هكرر اللايت ده على مين؟ على السفير. هاخد السفير واحطها على اوبجكت. ساعه ما هسيب تقدروا تقولوا ان احنا عملنا انفد. نيجي بعد كده هشيل بس السفير من البورت بتاع اللايت. يا نهار ابيض ماشي بالمنظر ده كده تمام. وهخلي اللايت نفسه الانتنسيتي بتاعته قليله خالص، بتاع 5 ولا حاجه ماشي. عايز ازود على فكره، انت لو كبرت بقى السكيل بتاع الدايره هتعمل لك شغل كويس يعني. نرجع للكاميرا ونعمل ريندر تمام. طيب تعالوا لللايت، بدل ما هو ابيض تعالوا نخليه ميد جراي. ميد جراي ليه؟ علشان يدي اضاءه كويسه. طبعا كل اللايتس دي خلاص بتشاور على مين؟ على الاوبجكت، على الاوبجكت بتاعنا. طبعا انت حر بقى، عايز تروح لللايت تعلي الانتنسيتي، روح عليها اللي يعجبك تمام بالشكل ده كده. في حاجة في الكلونر، لو قلت له ريندر انستانسز هيحسب اضاءة لايت واحد بس، خليها
رندر بالشكل ده وسيبها زي ما هي. غيرت في الكاميرا. طيب ماشي، هروح لكده الاكسكلوسيف دي بالشكل ده، وهخليني على نفس الزاوية بتاعتي لان انا كنت غيرت في مسقط الكاميرا. تعالوا كده نشوف الوضع عامل ازاي. شفتوا؟ هنروح على اللايت، اقلل اللايت، نجرب تاني، محتاج اقلله زيادة، نجرب تاني كده. انت عامل لايت من كل زاوية، انتوا عارفين حتى لو لفيت من ورا ده وعملت ريندر. احلى حاجة على فكرة في الدوم لايتنج ان انت ما انتش محتاج اساسا انك انت تقعد تحط لايت في 50,000 حتة. تمام، ده او دي الدوم لايتنج. دوم لايتنج اوريكم حاجة كمان. ممكن نروح للنويز، احط فيزيبيليتي نويز واعمل ريندر، واخلي الضوء نفسه في جنرال اخليه فيزيبل، ما اخليه مش عايزه فوليومتريك، واعمل كده. هو طبعا مش باين. طيب هروح لنويز واروح لفيزيبيليتي وازود الدست او التراب والدايثرينج، تمام، والاوتر ديستانس ازوده واعمل ريندر. بقع تراب. طيب ما علينا من القصه دي بقى، خلونا نرجع لايه، لكلامنا. نون، خلونا كده حلوين وكويسين قوي. اللايت ممكن ارفعه 6%، خلي بالك 6 دي اضربها في عدد الفيرتكس عشان تبقى عارف يعني واحد حلو قوي كده. طبعا انا قلت ميد جراي علشان لو ابيض هتلاقي الكلمه دي بيضه بيضه فعلا. خلاص طيب. بعد كده، بعد كده هنتكلم في الجزء الثاني بقى، معلش، على ازاي ان احنا نعمل الشيكنج بتاع التكست ب، والله مش عارف لسه، ممكن نعمله برضه بالراندوم او بالستيب او بالبلين او بالثلاثه مع بعض في الجزء الثاني ان شاء الله، مع ازاي ان احنا نعمل الروبس او الحبال. سلام عليكم.